السلام عليكم أعزائي الطلبة. في المحاضرة السابعة ضمن موضوع Shear and Bending Moment Diagrams in Beams. الآن مع هذا المثال طلاب اللي راح نحله أيضا بطريقة Graphical Method الطريقة الثانية. هذا مثل ما تشوفون البيم مسند من الطرف الأيسر برولة والنهاية اليمنى fixed end. هذا البيم عدة ملاحظات. أولا هنا رولة يعني عندي رياكشن واحد هنا، وهنا fixed يعني 3 reactions، فالمجموع يصير 4. واحنا قلنا البيم حتى نقدر نحله ونودد الرياكشنز لازم تكون عدد مجاهيله 3 حتى تتساوى مع معادلات الاتزان للثلاثة وينحل. اذا صارت المجاهيل مالت الرياكشنز 4 يعني اكثر من معادلات الاتزان، فهنا ما راح اقدر احل فقط باستخدام معادلات الاتزان، هنا احتاج الى معادله رابعه. المعادله الرابعه هنا الحقيقة راح نوجدها من هذا الهنج، هذا نسميه internal hinge يعني مفصل داخلي. لما نكون موجود عندي هاي العلامة اللي هي دائرة هالشكل بداخل البيم، هذا نسميه internal hinge. هذا هو اللي راح يوفر لي المعادلة الرابعة. شنو المعادلة الرابعة؟ هذا بما أنه هو صحيح هو internal hinge بس هو يبقى hinge مفصل، والمفصل نعرف عنه أنه السيجما مومنت يساوي صفر at hinge. فشو راح نستفيد من هذه المعادلة؟ راح نستفيد من عندها من خلال أنه راح نفصل البيم إلى جزئين من هذا المكان، من الهنج اللي هو هنا نقطة C. وإذا فصلنا راح إذن المجاهيل اللي أخليها هنا هي فقط قوتين، قوة أفقية وقوة عمودية، لأن إحنا إذا نفصل في أي مكان ضمن البيم لازم نخلي قوة أفقية وقوة عمودية ومومنت، فيصيرون ثلاث مجاهيل. لكن هنا لأنه هو internal hinge نعرف أن عندنا معلومة أنه المومنت في internal hinge يعني هو المومنت العفو يعني مو السيجما مومنت، المومنت هو قيمته صفر، والسيجما مومنت في أي مكان يساوي صفر، لكن قيمة المومنت يعني نعرفها معلومة اللي هي صفر. أوكي، فنجي هسه نفصل البيم من هذا المكان من نقطة C وناخذ الجزء الأيسر، خلي ناخذ البارت A B C اللي هو هذا مثل ما نشوف. لاحظوا هنا اذا هذه اول نقطة لما يكون عندي internal hinge هالشكل راح نتعامل مع البيم، فنفصل بهاي النقطة وراح يصير عندي قوتين افقية نسميها CX وعمودية نسميها CY، وهنا طبعا رولة فيكون بها رياكشن واحد اللي هو AY، يعني فارضة للاسفل هنا. اوكي، قلنا نقدر نفرضه للاعلى بس هو قيمته راح تطلع يعني للاسفل، فإذا فرضنا الأسفل مباشرة فالقيمة إذا طلعت موجبة يعني هاي الفرضية صحيحة، إذا طلعت سالبة يعني يصير للأعلى. هذه أول نقطة بالنسبة للهنج. نجي هسا عندنا هذه الزيادة في البيم للأعلى اللي هي 1.5 متر، وعندنا قوة مائلة مسلطة في أعلى هذا المكان. هاي شلون راح نتعامل وياها؟ هذه أيضا بما أنها أول شيء مائلة لازم نحللها، فراح تصير قوة أفقية وقوة عمودية. طبعا شو نحللها وفق هذا الميل اللي معطاه هو 4/3 والوتر مالتها هو شنو 5، فالقوة العمودية راح تاخذ 4/5 من 10 اللي هي 8، راح يكون قيمتها 8 كيلو نيوتن، والقوة الأفقية راح تاخذ 3/5 من 10 اللي هي 6 كيلو نيوتن. اوكي، هذه الخطوة الأولى حللنا.
نجي هسه احنا حتى نرسم الدايجرامز لهذا البيم نحولهم لازم الى نقطة بي حتى يكون الرسم مالتي على طول البيم وليس بالاعلى. شلون نحولهم؟ بالنسبة للقوة 8 اللي هي العمودية، هي اصلا هذه امتدادها يمر في نقطة بي، فهنا اجيبها مباشرة انزلها الى نقطة بي. هذه هي نقطة بي، اوكي، وهي نقطة اي. فاذا الثمانية راح يعني اعتبرها هي اصلا مسلطة هنا بشكل طبيعي. تبقى عندي شنو؟ الستة. هاي الستة اجيبها همين الى نقطة بي، انزلها هالشكل، اخليها ستة هذه القوة. ولكن هنا امتداد القوة هو ما يمر بالبي، فاني لما انقلها الى نقطة بي بالحقيقة هي راح تأثر همينة كقوة افقية، وهمين راح تسبب لي شنو؟ تسبب لي عزم، مومنت يأثر على نقطة بي. هذا المومنت هو مقدار القوة 6 في ذراعها، هذا اللي هو شقد؟ 1.5. فاذا اجيب القوة 6 اخليها واجيب وياها شنو؟ هنا اجيبها واجيب وياها مومنت، هالشكل يفتر مع عقرب الساعة، مقداره 6 في 1.5 اللي هو 9. فهذا اذا المومنت 9 كيلو نيوتن متر منين جاي؟ جاي من 6 في 1.5. اوكي، هذا هالشكل صارت نقطة بي. بعد استغني عن هذا الجزء واعتبر البيم مسلط عليه الحمل بهذا الشكل، الثمانية عمودية وستة افقية في نقطة بي، وعندي بيندينج مومنت مقداره 9. اوكي، فهسه الجزء هذا شنو عندي مجهول بي؟ عندي السي اكس والسي واي والاي واي. انا اللي يهمني بالحقيقة الاي واي، لان هو الرياكشن الخارجي. هنا السي بالحقيقة هي نقطة داخلية، فأنا ما احتاج بالاساس اعرف ايش قد اكو بداخلها، وانما راح استخدم الفصل مالتي من يم الهنج حتى اوجد المجاهيل. فراح اسوي سيجما مومنت في نقطة سي. اذا سوينا سيجما مومنت ات سي يساوي صفر، ايش عندي هنا؟ السي اكس والسي واي كلها راح تختفي. يعني ايش يبقى عندي؟ راح يبقى عندي الاي واي في مسافتها، اوكي، هاي سووها شباب المعادلة، اي واي في مسافتها ايش قد مسافتها؟ 3 و2 يعني 5، هذه عكس عقرب ساعة ناقص. وعندي 8 في مسافتها، 8 في 2 موجب، هاي 6 ما تدخل بالحساب، تمر بالمحور. وعندي هذا اللي هو مع عقرب الساعة 9 موجب، اوكي، هاي كلها مجاهيل راح تطلع لي من عندها الاي واي تساوي 5 كيلو نيوتن، اوكي، يؤدي الى الاي واي يساوي 5 كيلو نيوتن، وتكون اتجاهها الى الاسفل، اوكي. ارجع ايش اسوي؟ سيجما اف واي يساوي صفر حتى اطلع شنو؟ السي واي، اوكي. فالاف واي عندي هاي اي واي للاسفل 5 وهاي 8 للاعلى، فالسي واي راح تطلع شنو؟ ايضا للاسفل مقدارها 3 كيلو نيوتن. اوكي، خلصت هنا من الجزء اي بي سي. هسه اروح وين؟ الى الجزء سي، اوكي، دي اي. فبالبارت سي دي اي ايش عندي هنا؟ السي واي عرفتها، طبعا السي اكس ما وجدناها، لان اول شيء هو ما طالب من عندي الاكسيل، ثاني شيء يعني ما احتاجها. فهنا همينة نفس العملية، من انتقل لهذا الجزء عندي السي واي عرفتها 3، السي اكس مجهولة صحيح، عندي هاي 20 تنزل في نقطة دي، وفي نقطة اي هنا فيكست، فاكو اي اكس و اي واي و ام اي افرض وجودهم. فهنا هسه اذا سويت سيجما مومنت ات اي، اوكي، ايش راح يصير عندي؟ سيجما مومنت ات اي يساوي صفر. هذا سيجما مومنت راح الاي اكس والاي واي تروح، والسي اكس تروح، يبقى عندي السي واي والعشرين والام. فاذا نلاحظ ايش راح يصير عندي هنا؟
عندي السي واي هذه تفتر مع عقرب الساعه اللي هي 3 في مسافتها اللي هي 2 موجب. عندي هذه العشرين ناقص عكس عقرب الساعه، 20 في مسافتها اللي هي 1 اوكي. وعندي هذا المومنت اللي انا فارضه هالشكل عكس عقرب الساعة، فنقول ناقص ام اي يساوي 0 اوكي. من عدها راح يطلع عندي الام ات اي يساوي شقد، تحول الطرف الاخر هنا 6 وهذه 20، يعني 6 ناقص 20 تصير ناقص 14، فالام اي راح يطلع ناقص 14. ناقص 14 إذن معناها أني فارض الفرضية مالتي هي بالعكس، فنقول ويساوي موجب 14 كيلو نيوتن متر، وليس هو بالحقيقة عكس عقرب الساعة وإنما شنو مع عقرب الساعة، فأغير الاتجاه مالته أوكي، فاتجاهه يصير هالشكل أوكي. شو بقى عندي؟ أحتاج الإي واي، بما انه قلنا الاي اكس هي اكسيال هو مطالبها من عندي، اذا طالبها يعني لازم نوجد السي اكس من هالنقطه اوكي، بعدين نحولها هنا ونطلع الاي اكس. يبقى عندي الاي واي، اي واي اجيبها من سيجما اف واي يساوي 0. سيجما اف واي ايش عندي بها؟ عندي هذه السي واي الى الاعلى. طبعا هنا ننتبه احنا السي واي هنا على الجزء الاول اوجدناه، الجزء الايسر اوجدناها 3 الى الاسفل، من نحولها للجزء الاخر هي 3 ولازم تصير للأعلى أوكي، لأنه القوة على طرف من القطع تساوي نفس قيمتها ولكن بعكس الاتجاه على الطرف الآخر أوكي، هذه ننتبه لها. فالإي واي هنا إذا عندي هاي 3 للأعلى هالشكل وهذه 20 للأسفل، فهي راح تصير للأعلى مقدارها 17 كيلو نيوتن أوكي، تنطيني الإي واي تساوي 17 كيلو نيوتن الى الاعلى اوكي. بهذا اوجدنا الرياكشنز اللي انا احتاجها اللي هي الاي واي والمومنت والاي واي. هسه اجي اقدر ارسم البيم بشكل جديد واخلي اللودنج النهائيه اللي عليها. هنا عندي رياكشن 5 كيلو نيوتن للاسفل، هنا قلنا 8 للاعلى و6 الى اليمين، وعندي مومنت 9 كيلو نيوتن متر بسبب هاي القوه تحليلها ونقل المركبات مالتها. نقطة سي إذا تلاحظ هنا بعد أن رجعنا البيم الوضع الأصلي بعد ما عندي بيها أي شيء، لأن هي الهنج اللي بيها هو هنج داخلي فمو رياكشنز، يعني هاي القوة اللي سي إكس هنا تعاكسها سي إكس، سي واي هنا تعاكسها سي واي، فكأنه شيء ياكل شيء والنتيجة يبقى ماكو أي قوة خارجية وإنما هاي قوة داخلية تكون داخل المفصل. وعندي في نقطة دي ال 20 كيلو نيوتن اللي هي مسلطة من الأساس، وعندي الرياكشنز هذه اللي هو هذا المومنت قلنا صار مع عقرب الساعة 14 والإي واي 17 أوكي. هذه إذن هي اللودينج. نجي هسه نرسم الشير أند مومنت دايجرامز، فنبدي بالشير فورس دايجرام بالكيلو نيوتن، وقلنا هسه راح نرسم مباشرة بعد بدون ان نخلي ملاحظات، راح الملاحظات نحكيها حكي وحتى نتدرب ان نصير الحل مالتنا، لان هي الطريقة اصلا الجرافيكال ميثود هي يعني خلينا نقول اشتقت لاجل ان نحل بسرعة، والا الطريقة الاولى هي كافية للحل بس لانه بها حسابات هواية ومعادلات فنستخدم هاي الطريقة لما نريد نحل بسرعة طبعا، والسرعة مالتي المفروض ما تأثر على الدقة يكون دقيق بالحل. فنجي للنقطة الأولى، الشير بالنقطة الأولى نباوع شنو عندي؟ عندي هنا قوة إلى الأسفل اللي هو الرياكشن 5 مقدارها، فراح أنزل بمقدار 5، خلينا نقول هذه 5 تدريجات، هذه ناقص 5 راح تصير. ليش ناقص؟ لأن قلنا القوة للأسفل فأنزل إلى الأسفل، أني بادي بالصفر فأنزل بمقدار ناقص 5. زين، أنتقل للنقطة الأخرى اللي هي نقطة B. بين الأي والبي هل يوجد حمل منتشر مثلا مستطيل مثلث إلى الأعلى الأسفل أو أي شيء؟ ما موجود أي شيء، ما دام ما موجود أي شيء إذن هذا الناقص 5 راح تستمر بشكل أفقي هالشكل
يعني ماكو شيء يغيرها، يعني هي تبقى ناقص خمسة، ماكو شيء راح يضيف لها أو ينقص من عدها، فتبقى إذن القيمة هي ناقص خمسة إلى أن وصل إلى نقطة بي. في نقطة بي شنو راح ألقي؟ راح ألقي أكو قوة مقدارها 8 كيلو نيوتن إلى الأعلى، أوكي؟ فمن ناقص خمسة راح أصعد بمقدار شقد؟ بمقدار 8 وحدات، أوكي؟ أو 8 تدريجات. فمن ناقص خمسة أصعد زائد 8 راح يصير شنو؟ زائد 3، فراح أوصل إلى هنا اللي هي 3، يعني موجب 3، وهذا الخط العمودي هالشكل بمقدار 8 وحدات. أوكي، وصلنا إلى 3. هسه من نقطة B إلى نقطة C ما عندي شيء يتغير بالنسبة للشير، طبعا ما له علاقة بهاي القوة الأفقية ولا له علاقة بالعزم، لأن أنا دا أرسم هسه الشير دايجرام، فأتعامل فقط مع قوة القص. فمن نقطة B إلى نقطة C ماكو أي تغيير، فيستمر إذن هاي الثلاثة تستمر أيضا بشكل خط أفقي الشكل هذه 3. هسه من السي إلى الدي همينا ماكو أي شيء تغيير، فيستمر نفسه أيضا بهذا الشكل أيضا على 3. أوكي، في نقطة دي عندي شنو؟ عندي قوة مركزة مقدارها 20 كيلو نيوتن إلى الأسفل. إلى الأسفل يعني أنزل، فهنا أنا 3 أنزل يعني أنقص، ناقص 20، فراح تصير أوصل إلى ناقص 17، فهنا خلينا نقول هذه هي الناقص 17، وراح يصير هذا الخط العمودي في نقطة دي يمشي بهالشكل، أنزل بمقدار 20 من 3 إلى ناقص 17. هسه من الدي إلى الإي أيضا ماكو قوة قص شير فورس، فراح يستمر هذا الناقص 17 أيضا بشكل شنو؟ أفقي هالشكل، هنا ناقص 17. في نهاية البيم عندي هنا 17 إلى الأعلى، هذا الرياكشن اللي هو من ناقص 17 راح أصعد زائد 17 راح يوصلني إلى وين؟ إلى الصفر. ومن أوصل للصفر إذن أقول إذن هذا هو الصحيح، لازم في نهاية الدايجرام أنتهي بالصفر، فأبدأ من الصفر وأنتهي بالصفر. هاي المساحة سالبة، هذه موجبة، هذه موجبة، وهذه سالبة. هذا هو الشير فورس دايجرام بالنسبة لل بي. أوكي، نجي هسه نرسم البيندينج مومنت. لاحظوا انه رسمناه بدون ان نستخدم اي مقطع، يعني هنا مقاطع ولا معادلات ولا اي شيء، فتلاحظون انه الرسم راح يصير سريع بهاي الطريقه. زين، نجي هسه نرسم البيندينج مومنت دايجرام، هذا بالكيلو نيوتن متر. نبدي في نقطه اي، اني بالصفر، فنقطه اي مثل ما تشوفون ماكو بيها عزم، لا عزم مسلط خارجي ولا عزم رياكشن. ليش؟ لان هي اصلا ما بيها رياكشن مومنت، لان هي رولة، ولا اكو عزم خارجي، فاذا النقطة اي هي قيمة العزم بيها زيرو. نجي الى النقطة بي. من نرسم قلنا المومنت دايجرام نكون نباوع على مساحات شنو؟ القص. هسه من الاي الى البي اكو مساحة قص شنو؟ سالبة، مستطيل مساحة سالبة، فالمساحة السالبة شنو؟ تطرح من قيمة العزم. أنا أصلاً بالصفر، فراح أطرح هاي المساحة. مساحة شقد هي؟ ناقص 5 في شقد؟ في 3، فالمساحة 5 في 3 هي 15، وقلنا بما أنها سالبة أنا راح أطرحها، فأقول 0 ناقص 15 المساحة، إذن راح أوصل إلى 15. فهنا خلي أقول ال 15 هنا هالشكل، هذه ناقص 15، اوكي، بين الصفر والناقص 15. شلون راح اوصل؟ هنا قلنا الميل المومنت في اي نقطة هو قيمة الشير في تلك النقطة،
فهنا راح نلاحظ قيمة الشير من الأي للبي هي ثابتة ناقص 5، فإذا ميل المومنت ثابت من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ولما يكون الميل ثابت إذا أني دا أتعامل مع خط مستقيم. أوكي، ميله ثابت اللي هو ناقص 5، يعني قلنا نازل مثل ما نشوف هذا الميل نازل. شلون أتأكد من عنده؟ أبغى هاي 15 المسافة على هاي المسافة اللي هي 3، ف 15 على 3 هي 5، ونازل إذا ناقص 5 فعلا، إذا ميل هذا اللاين هو ناقص 5. أوكي، إذا وصلت هنا سل ناقص 15. هسه بين البي والسي، بين البي والسي شنو عندي؟ عندي مساحة موجبة، لاحظ مساحة موجبة اللي مقدارها 3 في شنو؟ في 2، هاي المسافة هي 2، هذه من البي للسي 3 في 2 هي 6. أو قبل لا ناخذ هاي المساحة طلاب ننتبه، هنا في نقطة البي عندي شنو؟ عندي عزم مركز. هنا العزم المركز لازم ننتبه له، لأن وجود عزم مركز يعني أكو خط عمودي في هاي النقطة، مقدار طول الخط هو 9. أوكي، فمن ناقص 15 راح نرسم خط عمودي مقداره 9، خط صاعد أو نازل بناء على قيمة أو على اتجاه العزم. هنا اتجاه العزم هو مع عقرب الساعة، معناها شنو؟ معناها راح يصعد. أوكي، فنصعد هنا، خلينا نكبر الرسم شوية حتى يصير واضح، يعني 15 نزيدها، خلي هذه نمدها الخط. أوكي، الشكل، فخلينا نقول 15 هنا، يعني نكبر السكيل مالتنا، والخط هنا المائل راح يكون هالشكل. اوكي، هذه هي ناقص 15. هسه قلنا عندي اكو عزم مركز مع عقرب ساعة مقداره 9، مع عقرب ساعة يعني اصعد، فمن الناقص 15 اصعد بمقدار 9، فناقص 15 زائد 9 راح يوصلني إلى ناقص 6 هنا، هالشكل أصعد من ناقص 15 إلى ناقص 6. أوكي، وصلت إلى هاي النقطة. هسه من الناقص 6 أجي أحسب هذه المساحة الموجبة وأضيفها، المساحة هي 3 في 2 6، فناقص 6 زائد المساحة 6 راح توصلني وين؟ إلى الصفر هنا، إذا راح أوصل إلى النقطة اللي يكون بيها العزم صفر. وشلون أنتقل من ناقص 6 إلى الصفر؟ أنتقل أيضا بخط مائل هالشكل، يعني باختصار كل ما كان أكو خط أفقي بالشير فالتوصيل بين نقاط المومنت يكون بشكل خط مستقيم مائل بين النقطتين. لاحظ هنا خط أفقي، هذا خط مائل، حسب بعد النقطتين مرة يكون نازل مرة يكون صاعد، هذه حسب المساحة موجبة أو سالبة. أوكي، اللي قلنا يكون الميل مالته ثابت لأن هو خط مستقيم، فدائما الميل مالته ثابت، اللي يعبر عن قيمة الشير ثابتة هنا لأنه ميل المومنت دايجرام يساوي قيمة الشير. اوكي، هسه بين النقطة سي ودي شنو عندي؟ عندي ايضا هنا مساحة موجبة مقدارها 3 في 1، يعني 3، فاني 0 زائد المساحة اللي هي 3، اذا هنا راح يوصل الى 3 هالشكل موجبة، فهذا اللاين ايضا بما انه هذا همينه خط افقي فهذا راح يكمل ايضا خط مائل، فهذا كله راح يكون خط مستمر هالشكل من الناقص 6 الى 3. اوكي، هسه في نقطة الدي الى الاي عندي شنو؟ عندي مساحة سالبة، مساحة قص سالبة، وايضا هي مستطيل اقدر احسبها، اللي هي ناقص 17 في 1. اوكي، يعني 17 في 1 هي 17،
فأنا 3 ناقص 17 راح تصير هنا ناقص شقد 14 اللي هي هنا ناقص 14. شلون أوصل من 3 ناقص 14؟ أيضا هنا بما أنه هذا خط أفقي والقيمة ثابتة للقص اللي هي ناقص 17، إذن الميل ثابت من هنا لهنا اللي هو ميل سالب مثل ما نشوف نازل، ويمثل ميل خط مستقيم من 3 إلى ناقص 14. في نهاية البيم راح نلقي أكو عزم مركز مقداره 14 مع عقرب الساعة، يعني أصعد من الناقص 14 زائد 14 راح أصعد وين؟ إلى الصفر. مرة أخرى قلنا لازم نوصل للصفر في نهاية الدايجرام، فهذا راح يكون هو مخطط العزم أوكي للبيم. طبعا هنا ممكن انه نسوي فد هومورك لهذا المثال اللي هو ممكن انه شو نسوي، نضيف يعني حتى ننوع شوية الحل، اذا ضفنا من البي الى السي يعني هذا نفس السؤال بس نضيف فد حمل منتشر من البي الى السي اوكي مقداره 3 كيلو نيوتن لكل متر ويكون اتجاهها الى الاسفل، فهنا ضيف لود هالشكل اوكي من البي الى السي مقداره 3 كيلو نيوتن لكل متر ويكون اتجاهها للاسفل. نجي هسه الى هذا المثال ايضا يطلب من عندي ان ارسم الشير والمومنت دايجرامز اوكي. هذا مثل ما تشوفون هنا حمل منتشر مستطيل مقدار 10 كيلو نيوتن لكل متر من نقطة A الى نقطة C. هنا اكو رياكشن هو مسميه R في نقطة B، وهنا عندي قوة مركزة 20 قوة مركزة 40، وهنا عندي هذا هم يعني رياكشن بس رياكشن يعني موزع مقدار W نوت يمتد على مسافة 2 متر. ممكن يكون الرياكشن موزع؟ نعم ممكن، يعني من الأمثلة الواضحة على الرياكشن اللي يكون موزع على مساحة هي رد فعل التربة، يعني إذا أنا خال هذا البيم من هالمكان هالمكان على الأرض أو على التربة فرد الفعل مالتها راح يكون موزع أوكي. فهنا عندي مجهولين W نوت و R لازم أوجدهم قبل لا أبدي أرسم حتى أقدر أوحدهم. شلون نوجدهم؟ فهنا مثلا نسوي سيجما مومنت في نقطة بي، لاحظ إذا سوينا سيجما مومنت في نقطة بي هنا الآر راح تختفي يبقى عندي الدبليو نوت أوكي. فخلي نسوي سيجما مومنت آت بي يساوي صفر. شنو عندي هنا؟ شو راح يدخل؟ راح تدخل عندي في نقطة بي. طبعا هنا إذا نلاحظ هذا الحمل الموزع 10 في 4 مسافته 40، المحصلة مالته وين راح تصير؟ راح تصير مباشرة فوق ال R، يعني تمر في نقطة B. ليش؟ لأنه هو متناظر منها 2 منها 2، فبما أنها تمر بال B فما راح يدخل بالعزم أوكي. هذه نقطة مهمة لازم ننتبه لها. إذا راح تدخل عندي أول شيء هذه 20 مع عقرب الساعة، يعني 20 في مسافتها اللي هي 2 مع عقرب الساعة، عندي هاي 40 همينة مع عقرب الساعة في مسافتها هذا 1 وهذا 2 اذا في 3، وعندي الدبليو نوت راح يصير عكس عقرب الساعة ناقصا طبعا محصلته اللي هي هنا الدبليو نوت اضربها في مسافتها اللي هو شقد مسافته 2، هذا ينطيني المحصلة اللي هي وين المحصلة راح تكون بالمنتصف هنا، المسافة من منتصف هذا اللود يعني من محصلته إلى البيش جيت عندي هاي 2 وهذه 1 3 وهذا 1 4 ونصف هاي المسافة همينا 1 فالناتج 5، إذا مسافته هي 5 هذا كله يساوي 0 أوكي. من عندها راح يطلع عندي قيمة الدبليو نوت
شو تساوي؟ هتطلع 16 كيلو نيوتن لكل متر. هذا ال W نوت. نسوي سيجما اف واي يساوي صفر، راح ينطيني قيمة الار، راح تطلع تساوي 68 كيلو نيوتن، يعني الى الاعلى مثل ما احنا فرضيه. اوكي، هذا يعني اوجدنا الرياكشنز في هذا، يعني في بداية الحل. نجي هسه حتى نرسم الدايجرامز، ف نرسم الاكسس مالتي. هذا شير فورس دايجرام مثل ما تعودنا بالكيلو نيوتن. اوكي، زين، نبدي في نقطة A. هسا نلاحظ شباب نقطة A هي مو سبورت، فما بيها رياكشن ولا اكو بيها قوة يعني مركزة في نقطة A. صحيح هو هنا اكو حمل منتشر، لكن هذا الحمل هو ما مركز في نقطة A، وانما منتشر من الـ A الى الـ C، فما اعتبر اكو هنا قوة مقدارها 10، وانما اقول شنو، بما انه هو فري ماكو سبورت برياكشن ولا اكو قوه خارجيه مركزه، فقيمه القص هنا صفر، تبدا من الصفر. اوكي، هاي مهمه ننتبه لها، يعني ما ناخذ قيمه الحمل المنتشر، ليش الحمل من عندها يبدي وينتقل، فهي قبل الحمل المنتشر نعتبرها يعني النقطه حره بعد تو سلط عليها اللود. اوكي، فاذا صفر. نجي هسه الى نقطة B. بين الـ A والـ B شنو عندي؟ عندي حمل منتشر بين الـ A والـ B مقداره 10 كيلو نيوتن، فلازم احسب مساحته. اوكي، مساحته شقد؟ العشرة في المسافة مالته، لان هذا مستطيل طول بعرض، فعشرة في 2 هنا 20، اذا مساحة اللود من الـ A الى الـ B هي 20، وبما انه اللود الى الاسفل فهاي المساحة شنو راح تطرح؟ لأنها سالبة، فإذا ناقص 20، فصفر ناقص 20 راح يكون قيمة الشير هنا هي 20 أو ناقص 20 هنا، إذا ناقص 20. أوكي، نوصل من خلال خط مستقيم مائل هالشكل. ليش مرة ثانية؟ لأنه اللود هنا أفقي، فيكون هنا الشير خط مائل، أي أن هنا من الدرجة صفر وهنا من الدرجة الأولى، أو نقول هنا ميل هذا الشير في هاي النقطة، الميل هو قيمة اللود اللي هو 10، والميل هنا همينا قيمة اللود همينا 10، فيكون الميل ثابت، والميل الثابت يعني خط مستقيم. أوكي، في نقطة B اكو عندنا هذا الرياكشن الار اللي هو ايش قد قلنا بعد ان حسبناه، طلع 68 كيلو نيوتن، والى الاعلى اذا راح اصعد بمقدار 68، فمن الناقص 20 اقول زائد 68 راح يطلع 48 بالموجب، اذا راح اوصل الى هنا الى هاي النقطة. اوكي، اللي هي 48، واصعد من ناقص 20 الى 48 بخط عمودي مسافته او مقداره 68. اوكي، هسه من نقطة B الى نقطة C همينا عندي حمل منتشر، فمساحته 10 في 2 همينا 20، وهمينا سالب لان للاسفل فناقص 20، فاني 48 ناقص 20 راح اوصل الى شنو؟ الى 28. هي هنا 28، والتوصيل بيناتهم ايضا راح يكون بشكل خط مستقيم. اوكي، هسه في نقطة C انتهى الحمل المنتشر، ولكن في نقطة C موجودة ايضا شنو عندي؟ حمل مركز، قوة مركزة مقدارها 20 كيلو نيوتن الى الاسفل،
فأني 28 لازم أنزل بمقدار 20، يعني 28 ناقص 20 راح يوصلني إلى هنا، خلينا نقول 8، إلى القيمة 8، فأنزل من 28 إلى 8. أوكي زين، بين السي والدي ماكو شيء، ماكو أي قوة قص، فإذا يستمر هذا الثمانية بشكل خط أفقي هالشكل، هذه أيضا ثمانية. في نقطة دي أكو عندي شنو؟ قوة مركزة مقدارها 40 كيلو نيوتن، فالأربعين يعني شنو؟ راح أنزل بمقدار 40، يعني 8 ناقص 40، 8 ناقص 40 إيش قد؟ ناقص 32، فناقص 32 هنا راح تكون، وهاي من الثمانية إلى الناقص 32، مقدار هذا الخط هو 40 درجة. أوكي، بين الدي هسه والإي ما أكو أي قوة قص، أوكي، فإذا هاي ناقص 30 أيضا راح تستمر بشكل شنو؟ أفقي هالشكل، هذه همينة ناقص 32. هسه بين الإي والإف عندي هذا الدبليو نوت اللي هو حمل منتشر إلى الأعلى، وقلنا مقداره شقد حسبنا 16 كيلو نيوتن مو لكل متر، هذا 16، فأيضا نحسب مساحته، مساحته 16 في المسافة اللي هي 2، 16 في 2 32، وبما أنه إلى الأعلى فهذه راح تكون مساحة موجبة نعتبرها ونجمعها، فناقص 32 زائد المساحة اللي هي أيضا 32، 16 في 2 ناقص 32 زائد 32 راح يوصل وين؟ إلى الصفر. وشلون أوصل بيناتهم؟ راح أوصل أيضا بخط مائل، مستقيم مائل، ليش؟ لأن يعني هذا خط أفقي، أو هنا قوة اللود المنتشر هو 16 ثابتة، معناها هنا الميل ثابت اللي هو ميل الخط المستقيم، فهنا هذه سالب هذا موجب، هاي أيضا موجب، هنا سالب سالب، هذا هو الشير فورس دايجرام لهذا البيم. نيجي هسه إلى البيندينج مومنت دايجرام للبيم. الكيلو نيوتن متر احنا دا نرسم. اوكي، نجي في نقطة اي، في نقطة اي مثل ما حكينا قبل شوية هنا ما موجود رياكشن مومنت كرياكشن ولا مومنت مسلط خارجي، والنقطة هي حرة، فيبدي المومنت بالصفر. اوكي، هذه القيمة صفر. ننتقل الى نقطة بي، في نقطة بي بين الأي والبي أكو عندي مساحة قص سالبة، فلازم أطرحها. شكل مساحة مثلث، فأحسبها كمساحة مثلث اللي هو 20 في 2 على 2، يعني 20، فصفر ناقص المساحة اللي هي 20 راح يوصلني إلى ناقص 20. أوكي، هنا خلينا نقول هذه هي الناقص 20. شلون اوصل هنا بيناتهم؟ همينه خط مستقيم؟ لا، هنا ما يصير خط مستقيم، ليش؟ لان هنا هو هذا خط مستقيم، يعني من الدرجه الاولى، فالمومنت لازم يكون درجه اعلى، يعني من الدرجه الثانيه، فلازم يكون كيرف. شلون راح يصير الكيرف؟ قلنا نعتمد على الميول. في هاي النقطه نشوف الميل شنو اتجاهه، موجب او سالب او صفر، اعتمادا على قيمه الشير في هاي النقطه. فهنا الميل هنا هو قيمة الشير هنا، اللي قيمة الشير هنا صفر، فمعناها الميل هنا صفر، ميل صفر يعني المماس شنو؟ أفقي، فمعناها هالشكل راح ينطلق هالشكل الرسم. في هاي النقطة قيمة القص ناقص 20، أي أنه الميل هنا هو ناقص 20، والميل الناقص هو شنو؟ اللي يكون نازل هالشكل. أوكي، فواضح إذا هذا يبدي هالشكل و ينتهي الشكل، فراح يكون الكيرف بهذه الطريقة. اوكي، هذا هو
الكير الرسمه من الاي الى البي. زين هسه من البي الى السي شنو عندي؟ عندي هاي المساحه الموجبه اللي دا اشوفها، اللي هي ايضا شنو مساحه؟ قلنا هذه مساحه شبه منحرف. وشلون نحسب مساحه شبه المنحرف؟ معدل القاعدتين، معدل القاعدتين في المسافه بينهما. فهنا شلون نحسبها؟ المعدل 48 زائد 28 اوكي على 2 يعني يطلع 38. في المسافه بينهما اللي هي 2، ف 38 في 2 الناتج هو 76. فاذا هاي المساحه مقدارها 76، المساحه الموجبه مقدارها 76. اني كنت واصل للناقص 20، فناقص 20 زائد 76 اوكي شو راح يكون الناتج؟ 56. ناقص 20 زائد 76 الناتج هو 56. هنا خلينا نقول ال 56 في هاي النقطة هالشكل 56. زين من الناقص 20 إلى 56. زين شلون راح يكون التوصيل بيناتهم؟ أيضا نستخدم الميول. هنا الميل في هاي النقطة، احنا صحيح من الخطوة اللي قبلها قلنا هو هالشكل ميل نازل، لكن هذا لا تنتبه له، هو الميل من هالجهة، يعني قيمة القص من هالجهة هي ناقص 20، لكن قيمة في نفس النقطة هي صعدت، صار عندنا جامب قلنا بالثمانية إلى 48. فهنا قيمة القص خلينا نقول to the left هي ناقص 20، أما قيمتها to the right هي 48. فهنا من نجي احنا نرسم بالجهة اللي هي على يمين نقطة B ناخذ هذه القيمة، فقيمة القص هنا 48 موجب. اذا الميل هنا موجب، الميل الموجب هو شنو؟ اللي يكون هالشكل صاعد اوكي، اللي يكون صاعد هالشكل. وفي هنا في هذه النقطة قيمة الشير هي 28 اوكي، قيمتها 28 وصلت، اللي همي انا موجبة. اذا همي انا الميل موجب، بس شنو؟ اقل مقدار، لان 48 راح يكون هالشكل، يعني هذا 48 يعني صعود حاد خلينا نقول هالشكل، وهذا راح يكون يعني همي انا موجب بس بمقدار او بميل اقل. فاذا راح يصعد هالشكل الكيرف من بهالطريقه هذه اوكي، من الناقص 20 الى 56. اوكي ماشي. قبل لا نعبر هاي النقطة، هنا لما يصير عندي هيجي حالة طلاب، يصير عندي يعني هنا الميل يصير إلى قيمتين، أول شيء كان هيجي نازل بعدين هنا صعد، يعني خلينا نقول كسرة تصير مو عملية انسيابية بالرسم، هذه تحصل نتيجة لوجود هذا الخط العمودي بالشير دايجرام. ليش؟ لان قلنا من وجود خط عمودي معناه عنده قيمتين للشير بهاي النقطة، واحدة من اليسار واحدة من اليمين، فهنا كل واحدة راح تنطيك ميل شكل اوكي، فيصير عندي هاي العملية هالشكل ينكسر الكيرف. اوكي نكمل هسه بين السي والدي، بين السي والدي هم انا عندي شنو؟ مساحة موجبة، مساحة قص موجبة مقدارها 8 في 1 يعني 8، ف 56 زائد المساحة الموجبة اللي هي 8 راح يكون الناتج ايش قد؟ 64. ف 56 زائد 8 64، فهنا ال 64 هالشكل، هذه هي 64 اوكي. وشلون راح اوصل بيناتهم؟ لاحظ هنا هذا خط افقي، فهنا راح يصير لاين، هنا كان كيرف راح يكمل شكل لاين اوكي، هذا لاين وهذا كيرف ماشي. ليش لاين قلنا؟ لانه هذا قيمة القص هنا ثابتة، معناها ميل العزم هنا ثابت اللي هو يرسم بشكل لاين. وصلت لل 64.
هسه بين ال D وال E عندي مساحة سالبة، فهنا أطرحها هسه بعد اللي هي شقد 32 في 1، 32 في 1 يعني 32، ف 64 ناقص 32 الناتج هو 32، ويكون هنا راح يوصلني إلى 32. وهذا أيضا قلنا شنو هو؟ عبارة عن خط أفقي، راح أوصل هنا بيناتهم أيضا بشكل خط مائل مستقيم طبعا. أوكي، تلاحظ مرة أخرى صار عندي كسرة هنا مثل ما تشوف هنا هالشكل وانكسر، فأيضا بسبب وجود هذا الخط العمودي في الشير دايجرام. زين، هسه وصلت لل 32 بين هاي النقطة وهاي النقطة بين الـ E والـ F، همينا عندي هنا شنو؟ همينا مساحة سالبة أطرحها لازم، مقدارها شقد؟ الـ 32 في 2 على 2 لأن هي مساحة مثلث، 32 في 2 على 2 يعني 32 سالبة طبعا، فـ 32 ناقص المساحة اللي هي همينا 32 راح توصلني وين؟ إلى الصفر. اوكي، الصفر اللي هو راح يقفل عندي الدايجرام. هنا شلون اوصل بيناتهم؟ هذا خط مائل مستقيم، فهذا اذا لازم يكون كيرف. خلينا نشوف الميول مالته شلون راح تتحرك. قيمة الشير هنا ناقص 32، لاحظ ناقص يعني الميل هنا هالشكل هو نازل بامتداد هذا اللاين. وعندي هنا قيمة القص صفر، وصلت للصفر هنا بالقص، فإذا هنا ميل المومنت صفر، الميل صفر يعني مماس أفقي، فتلاحظ هنا نازل هالشكل بعدين هالشكل أفقي، فمعناها راح يكون بشكل هالشكل مقعر. أوكي، هذا هو البيندينج مومنت دايجرام لهذا البيم. أرجو مراجعة الخطوات يعني واحدة واحدة حتى يعني نشوف شلون ننتقل من نقطة إلى نقطة. مثل ما تشوفون رسمناه بشكل كامل بدون أن نستخدم أي مقاطع سكشنز أو معادلات. الآن نجي لهذا المثال، هذا سملي سبورتد بيم، أكو رياكشن هنا R1 ورياكشن هنا R2، والحمل مثل ما تشوفون هو حمل مثلث يبدي من الأي ويعني إلى أعلى قيمة في نقطة بي اللي هي بالمنتصف على بعد L على 2، ويرجع ينزل إلى الصفر في نقطة سي أيضا على بعد L2. فمثل ما تشوف هنا أكو سيمتري، يعني البي هي في منتصف البيم، الفضاء مالته كله L، من الأي للبي هو نص الL، ومن البي للسي نصف الL. هنا بالحقيقة هو منطيني بدلالة الدبليو نوت وبدلالة الال، فماكو مشكلة، مو إلا أرقام نقدر نحل بدون أن نستخدم الأرقام. أوكي، فأول شيء لازم نوجد قيمة الار 1 والار 2. شلون نوجدهم؟ أما نسوي سيجما مومنت هنا ويطلع لي الار 2 بعدين سيجما اف واي، أو هنا بسبب السيمتري هنا نقول هذا هو أصلا اللود متناظر، فالار 1 راح تاخذ نص اللود هذا المثلث، والR2 راح تاخذ هذا النص الثاني، فنقدر مباشرة نقول الR1 تساوي الR2 وتساوي مساحة هذا المثلث اللي هو شنو مساحته؟ مثلث يعني نصف القاعدة في الارتفاع، فنصف في القاعدة هي L على 2 والارتفاع هو W0. اوكي، ويساوي إذن 1 على 4 W نوت في L. هذا هو الرياكشن هنا 1 على 4 W نوت L، وهذا نفس القيمة 1 على 4 W نوت في L. أوكي، فنقدر إذن هسه نباشر بالرسم. شير فورس دايجرام بالكيلو نيوتن. فنبدي في البداية شنو عندي؟ عندي
رياكشن إلى الأعلى مقداره 1/4 W نوت L، فنصعد إذن بمقدار تدريجات، نعتبرها هذه هي النقطة، هذا شقد 1/4 W نوت في L، مهما كانت قيمة الW نوت ومهما كانت قيمة الـ L. أوكي، هسا نجي إلى بين الـ A والـ B، بين الـ A والـ B شنو ألقي؟ ألقي مساحة لود مثلث، فلازم أحسب هاي المساحة وأطرحها لو أجمعها. هنا بما أنه الأسهم إلى الأسفل، اللود إلى الأسفل، فمعناها أطرحها. هاي المساحة المثلثة هي هسه نفسها هي حسبناها إحنا، اللي هي 1/4 W نوت L. فإذا 1/4 W نوت L ناقصا هاي المساحة اللي هي نفس القيمة، راح تكون توصلني وين؟ إلى الصفر. هنا إذا أنا راح أوصل وين؟ إلى الصفر. قيمة الشير هنا صفر. يبقى شلون أوصل بين هاي النقطة وهاي النقطة؟ من خلال قلنا الميول. هنا اللود هو مائل، إذا هذا اللود هو من الدرجة الأولى. هنا الشير إذا أتوقع يكون من الدرجة الثانية. لاحظ قيمة اللود هنا شقد؟ صفر، يعني اللود هذا المنتشر قيمته صفر هنا، وهنا قيمته W نوت، فقيمته هنا صفر. أوكي، يعني ميل الشير هنا صفر، والميل صفر قلنا شنو يعني؟ يعني المماس أفقي. قيمة اللود هنا هي W نوت، وبما أنه إلى الأسفل يعني سالب W نوت. قيمة اللود سالب W نوت، إذا هنا السلوب مال تشير هو الميل يكون سالب، إذا هالشكل. فإذا انطلق أفقي وبعدين هالشكل، فأكيد راح يكون الرسم مالتي بهذا الكيرف. أوكي، وصلت إلى نقطة B، أنا هسه بالصفر. تجيني شنو؟ همين مساحة من الـ B إلى C، همين مساحة مثلثة اللي هي نفسها أيضا W نوت في L على 2، على 2 باعتبار مثلث، فأيضا نفس القيمة صفر ناقص هاي المساحة اللي هي منو؟ نفس هذه 1/4 W نوت L، فراح أوصل إلى ناقص هذه. طبعا هاي المسافة راح تكون نفس هذه، يعني هي نفس القيمة بس بالسالب، راح أوصل إلى ناقص 1/4 W نوت L. أوكي، فمن الصفر إلى هاي شلون راح نتحرك؟ هنا القيمة اللود هي ناقص W نوت، قلنا هذا الميل مالتها شكل سالب. قيمة اللود هنا وصلت للصفر رجعت، فهنا إذا المماس همينه أفقي، راح يكمل بهذا الشكل. أوكي، وصلت هسه هنا ناقص 1/4 W نوت L، فلقيت الـ R2 اللي هي 1/4 W نوت L إلى الأعلى، فأقول ناقص هاي القيمة زائد هاي اللي هي نفسها بس بالموجب، فناقص زائد راح يرجعني وين؟ إلى الصفر، ويقفل عندي الكيرف. هذا الجزء الموجب وهذا السالب. أوكي، هذا الشير فورس دايجرام. نجي هسه إلى البيندينج مومنت دايجرام لهذا البيم. في نقطة A ما عندي عزم كرياكشن ولا عندي عزم خارجي، فإذا نبدأ من الصفر. في نقطة A القيمة المومنت هي صفر. من الـ A إلى الـ B عندي مساحة شنو؟ موجبة للقص، فأضيفها. بس المساحة هذه هي شكلها شنو؟ بارابولا، مو بارابولا، هذه الـ B مالتها هذه والـ H هذا، والمساحة تتضمن الفيرتس، قلنا الرأس البارابولا اللي يكون به المماس أفقي، أوكي، أو يكون عمودي هنا المماس الأفقي.
فأقدر إذا أحسب هاي المساحة. شنو هاي؟ شلون نحسب هالمساحة؟ هي الأريا يساوي 2 على 3 بي في اتش. أوكي، 2 على 3 بي في اتش. فايش قد راح تكون هذه إذا نحسبها هنا على جهة؟ الأريا الموجبة تساوي 2 على 3، البي هي مسافة L على 2، و الH هو هذه 1 على 4 في W نوت في L. أوكي، فعندنا هنا هاي 2 تروح ويا هذه 2، سيبقى عندي ويساوي 1 على 6. أوكي، W نوت في L تربيع. هذه هي قيمة المساحة هذه الموجبة. فأنا بعدي بالصفر أضيف لها هاي المساحة، راح أوصل إلى فد نقطة هنا اللي هي هذا المقدار 1 على 6 W نوت L تربيع. شلون أوصل بيناتهم؟ أيضا باستخدام الميول. هنا الميل هنا شلون أعرفه؟ من خلال قيمة القص. هنا قيمة القص هي هذه، صحيح ما أعرف قيمتها يعني بالضبط كرقم، بس أعرف أنها هي موجبة. ليش؟ لأن هي للأعلى، فالقيمة القص هنا موجبة، يعني الميل موجب هالشكل صاعد. وهنا قيمة القص هي شنو؟ صفر. صفر يعني الميل أفقي، فإذا راح يصعد بهالشكل الكيرف يوصل إلى هاي النقطة. أوكي، بعدها بين البي والسي عندي مساحة سالبة، مساحة سالبة، وهاي المساحة السالبة هي همينة بارابولا بالحقيقة، وهذا الفيرتكس مالتها هنا، وهذا الاتش وهذا البي اللي هو هذا الاتش نفس المسافة هذه، وهذه همينة هي ال على 2 نفس هاي المسافة. بالنتيجة هاي المساحة السالبة راح تكون نفسها المساحة الموجبة، يعني نفس هاي القيمة بس شنو؟ سالبة. فإذا نفس هذه أنا 1 على 6 W نوت L تربيع ناقص هاي المساحة اللي همينة 1 على 6 W نوت L تربيع، فبالنتيجة راح أوصل وين؟ إلى الصفر. أوكي، والكيرف راح ينزل يكمل باعتبار هذا المماس هنا أفقي هالشكل، وهنا قيمة الشير هي سالبة يعني الميل نازل. فإذا من هنا راح يرجع ينزل بهالطريقة. اوكي، وينتهي بالصفر، ويكون هذا البيندينج مومنت دايجرام كله يرسم يعني موجب للأعلى. اوكي، هذا انتهى المثال، ونقدر نعطي هوم ورك هنا مشابه يعني، بس هنا بالأرقام عندي هذه السبان هو 6 متر أيضا متناظر، لكن مكان ما كان المثلث هالشكل، هنا المثلثين يبدي هنا بالستة وينتهي بالصفر بالمنتصف، بعدين يرجع يصعد للستة. وهنا أيضا عندي الرياكشن R1 و R2، فنحاولوا تحلوه حتى نشوف شنو الفرق بين هذا وهذا، وتتعودون على طبيعة هاي الأسئلة. وهذه مجموعة من المسائل طلاب يعني للحل أيضا باستخدام الطريقة الثانية. طبعا إضافة إلى كل الأمثلة اللي حليناها بالطريقة الأولى، تقدر أنت تجرب تحلها بالطريقة الثانية، وبالعكس اللي حليناها بالطريقة الثانية ممكن تحلها بالطريقة الأولى. يعني ما عندنا أي تقييد، أي سؤال نقدر نحله بأي وحدة من الطريقتين. فهذه مجموعة من المسائل أيضا قلنا حتى نتدرب عليها ونسيطر على الموضوع إن شاء الله.